منافس تشارك القائمة الوطنية الحزبية الموحدة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري. القائمة التي تضم 11 حزباً من المعارضة والموالاة كشفت الستار عن آلية اختيار أعضاء الثلث المخصص للأحزاب في المجلس المنتظر. كانت الفكرة اللي الناس بترددها هل هتبقى فيه محاصصة؟ يعني الحزب ده كبير فياخد أكتر، الحزب ده صغير ياخد أقل ولا إيه؟ فقلنا لا، إحنا عايزين نعمل ائتلاف انتخابي وليس سياسي، بحيث إن إحنا هننزل مع بعض في هذه القائمة الموحدة، وإن الأحزاب تطرح مرشحيها أيا كانت قدراته. عدم الإجماع الحزبي على القائمة الموحدة والخلاف السياسي بين الأحزاب، إضافة إلى الاختلاف حول شكل تقسيم المقاعد 100 المخصصة لها، دفع ببعض الأحزاب إلى الإحجام عن المشاركة بالقائمة الوطنية والتوجه إلى المنافسة فقط على المقاعد الفردية، رغم رفض أحزاب أخرى المنافسة عليها. حضرتك بتتكلمي في 100 عضو على مستوى الجمهورية هينزلوا فردي، فبالتالي الدوائر اللي هم المفروض يغطوها في شغلهم عشان يستقطبوا اصوات الناخبين هي كبيره جدا، مساحات كبيره يعني جغرافيا، وعدد كبير من المواطنين مستهدفين ان هم عشان ينزلوا ينتخبوا، فبالتالي ده بيتطلب مصروف عالي جدا، مصروف عالي مبالغ فيه كمان، بحيث ان لو ساعتك كانك بتحط شرط ضمني ان اللي شارك الانتخابات دي او عايز يشتغل في الانتخابات دي هو لازم يكون على قدر معين، مثلا يعني عنده مليونير، صاحب شركه، صاحب تجاره معينه، انما مواطن عادي عايز يمارس حقه الدستوري ان هو ينزل يترشح صعب جدا. ووفقا للقانون سيتشكل مجلس الشيوخ المصري من 300 عضو، تم تقسيمهم بين ثلث يعين من قبل رئيس الجمهوريه وثلث قائمه حزبيه، فيما يبقى للمستقلين المشاركه في الانتخابات على الثلث الاخير، كما سيتم تخصيص كوتا للمراه لا تقل عن 10% من اجمالي عدد المقاعد، وضع يرى محللون انه يفتقد للمنافسه. عدم وجود سوى قائمة واحدة للأحزاب والقوى السياسية هو دليل بالتأكيد على ضعف الأحزاب السياسية المصرية. هذا الأمر يسفر عن وجود مجلس شيوخ ثلثي من المعينين، الثلث معين تعيين دستوري من قبل رئيس الجمهورية، والثلث الآخر هو تعيين مقنع. ومن المقرر أن تعقد انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 من أغسطس المقبل للمصريين في الداخل، لتعلن النتيجة يوم 16 من سبتمبر المقبل. بإعلان القائمة الحزبية الموحدة تكون حسمت أغلبية ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ المصري قبل إجراء الانتخابات، لتبقى المنافسة على المقاعد الفردية أو المستقلة. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.